أخيرا طلب مني أن أعمل جولة لدفاتر الرسم، وهذا هو اللي عمله في فيديو اليوم. في منهم الرسمات الجديدة، إشي قديم مش مرتبين يعني بالضبط، ولكن هذا الملف فيه أقدم الرسمات، ولسه هذا الدفتر فيه رسمات الأقدم والأقدم. أوكي جهزوا حركم لتلوث البصري. هذا كان رسمي قبل ما أبدأ أتعلم رسم. كنت بدي أتعلم رسم بهذا الدفتر، بس بعد ما شفت الكارثة حكيت مستحيل أعرف أرسم. وبعدها فترة سنين رجعت بتعلم رسم، فتعتبر بدايتي بتعلم الرسم قبل سنة ونص تقريبا بهذا الملف. الرسمات مش مرتبين حسب الزمن، عشوائي. هاي الفترة أنا بس كنت برسم بأقلام رصاص عادية، كنت برسم بأقلام زي هيك تبعت مدرسة. هون اشتريت الألوان الخشبية وبلشت أرسم. هاي أول رسمي فيهم، واضح التلوين كثير بخزي. كنت أخاف القلم يخلص، فما كنت أني حط طبقات كثير. هون بدأت شوي أتعود على الألوان. أول مرة بجرب أرسم واقعي، رسمت يوكي كاجيم وأدي صوت إيرن. التفاصيل مش كثير واضحة، يعني رسمتها بدرجة واحدة. هاي أول مرة بجرب أرسم فيها في الماركر الدمار. آخر صفحة خرابيش. أوكي بعدها أنا ما بعرف إيش صار، بس أنا حبيت الرسم الواقعي. هاي رسمة للشهيد الراحل ياسر عرفات، رئيس فلسطين السابق، وهاي نسخة من رسمتي، لأن رسمتي الحقيقية موجودة في المدرسة عند مكتب المديرة. قبل ما أجيب دفتر رسم عادي كنت برسم على دفتر فيه مخطط. يعني الرسمات اللي هون أغلبها ارتسمت في المدرسة أو في أماكن ثانية خارج البيت. هون لما حاولت رسم بنات وجبت العيد، هاي رسمتها وكنت باص وقتها. اوكي هاي فشلون ذريع. اوكي اول رسمتين في الدفتر كثير سيئات، من هسه بحكي ما تعلقوا عليه. اوكي اعرف انها فاشلة كثير، الورق ما كان بيساعد، انا ما كنت بهاي المهارة، عرفتوا. ما تعلمت من خطأي في الرسم اللي قبلها، رجعت الون واثبتت انه الورق مش كويس للتبين، كان يتمزق معي فكي فيه نقاط كأنه، فبس رح اخليه للسكتشات الكبيرة، واذا حبيت اتدرب عليه برسم هيك. اوكي ما ادري ايش هذا. اوكي ما ادري كم ستوري نزلت عنها، لكني جننت اللي بيتابعوني في الانستغرام. هذا زين من قناة ناني ميديا، وهون كانت فترة إدمان رسم شخصياتهم مدري ليه. زين أحمد، هاي حطيته خلفية جوالي، أكس الأيباد، حط سكتش، طبعا هو موجود معي هسه فاجئكم إياه، بس إنه ملون. برضو هذا سكتش موجود بس إني لونته، حطيته مش ملونين إنهم عجبوني أكثر بدون تلوين. كنت عم بجرب ستايل جديد. دفتر الألوان المائية أول تجربة، تمزقت مع الورقة بسبب أخطاء أنا كنت أسويها. أوكي هي ما أحبها، من كذا لكذا، كيف ما بعرف، بس مش كثير بستخدم المائي، لساتني ما بعرف عليه يعني. هسه تلوين الماركر برضو أنا مش كثير واو. أنا عرفت جينشين من بعد هاي الرسمة، حبيت رسمة كثير، بحثت عنها وطلعت للعبة، حملت اللعبة وياس. هاي رسمة كنت أرسمها بدون نفس، حتى شوفوا هي الخط، شوف كيف اليد كانت. هاي كانت راح تكون حلوة لولا هذا اللون. هاي شعر قناتي، ما بعرف كيف فجأة صرت أعرف ألون مدري. دفتر سكتشات صغير. هاي الرسمة مش كويسة لأنه كنت كره الرسم وقتها، وهاي هانا رجعت أرسم. هاي رسمتها بالسيارة وكملتها في المطعم. هاي ما بحبها، فيها كثير اخطاء. في الحصه كنت ارسم تشيبي بس مش كثير بحب هذا الستايل،
كنت كتير جيب العيد فيه خاصة بالعيون. هذا دفتر سكتشات برضو في المدرسة كله، آخر وأحلى دفترين. جبت الحجم الكبير من الدفتر للاثنين، البني والرمادي. عيطوا كم يسطوا عيطوا ميجومي. هي أحمد زين. أنا كنت أرسم، كنت أرسم من خيالي يعني شوي، وبس هذول هم على هذا الدفتر قليل بعرف. الدفتر الثاني افتتحوه بإرم. أوكي. من فجأة هاي الرسمة والبنات صفي، في وحدة حكت إشي خلتني عاجز عن الرد، حكت لي إنه هذا بيشبه طرزان. أوكي. أنا كنت فتحت طمي من الصدمة إنه وات، حتى أنا ما خطرت شعبالي إنه طرزان مش لهالدرجة. وبعدين صرت أضحك إنه مش عارف شو أحكي يعني، بس بالأخير تخطيت يعني. وهسا آخر رسمة كذا. اللي بيتابعوني على انستغرام، هاي الرسمة أنا كنت عم بحكي لكم في الستوري إني كملتها وما أدري متى رح أنشرها وكذا. صورت لكم أنا بصورها، بس الفيديو بده وقت لحد ما ينزل، وحكيت عادي بفاجئكم إياها في الفيديو هذا. أوكي طبعاً ما يحتاج أحكي إنه نص العالم فكروا بنت، حتى ماما لما شفتني برسم فكرته بنت. بما إنه هاي آخر رسمة إلي لحد هسا، فيعتبر إني انتقلت من هذا المستوى في الرسم لهذا، ما في مجال المقارنة أكيد. فيعني هذا دليل إنه الرسم مع الممارسة، أما بيحكوا لك الرسم موهبة. هذا كله حكي فاضي. طبعاً أكيد ما شفتوا في رسماتي في ورقة عليه تدريب مثلاً رسم يد أو رسم رأس عين كذا. إنه أنا إذا بدي أدرب على رسم يد ما رح أرسم يد لحالها، رح أرسم رسمة كاملة فيها يد، يعني بنفس الوقت أتدرب على اليد وأتدرب على باقي الأشياء بنفس الوقت. تلوين بالخشبة من أول محاولة زبطت معي اللي هي هاي، بعد ما كنت بهذا المستوى في التلوين، لأنه أنا كنت برسم واقع زي ما فرجيتكم قبل، وبعدين إن رجعت للأنمي. أنا حاليا بطلت أرد على المدرسة زي قبل، كانوا يضحكوا علي وخليهم أرسم لهم ويسرقوا رسماتي وما يرجعوها، وكانوا يخلوني أشارك بمسابقات وحتى ما يحكوا لي مين الفايز، خبطوا رسمتي طب رجعوا لي إياها. قصتهم الكتاب أكيد. هذا الدفتر أنا بحضر عليه يعني لكل المواد، دائما بيكون أسوأ دفتر في الحياة. أوكي ما أدري إيش صاير هان. هذا دفتر تحضير ثاني كمان، في هذول كمان كربيش في الكتب، كانت حصة أونلاين فمشان هيك كنت أرسم واخد راحتي. وبس شكرا لكم على المشاهدة، سلام.